أردنا أن يعني نقول شكرا لأولئك الذين يعني يعملون معنا في الخفاء. زملائنا الإعلاميين قدمونا بشكل رائع خلال السنوات الماضية. المقاولين قدموا عملا مميزا. الاستشاريين كذلك. زيارة أصحاب السمو بالأمس أظهرتنا بصورة جميلة. هذا الجمال أردنا أن نقول لأولئك الذين بنوه شكرا. أردناهم أن يعرفون على طبيعتنا، وبغينا كذلك أن نعرفهم هم على طبائعهم. في هذه الأجواء ما فيك تشتغل بالرسميات، في هذه الأجواء عندك زملائك وإخوانك وأصحابك من الإعلام، من المقاولين، من وايد مهم أن نلتقي بين الفترة والأخرى في أجواء مثل هذه الأجواء.